الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال تعالى في شأن الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تقوى من أعلى مراحل العبادة، يعني مرحلة عالية في الأخلاق وفي رقي الإنسان، لأن الصوم بيرتقي بالإنسان لدرجة عالية جدا، يعني يرتقي به من الإنسانية إلى الملائكية، لأن الملائكة لا تأكل لا تشرب لا تتزوج، وكذلك أهل الصيام الحق. بعض الناس بتفهم الصيام غلط، فيفعل أفعال ما تلقش بالصيام، ما تلقش بربنا، فيتحجج لسوء أخلاقه بالصيام، يشتم يزعق يظلم غيره ويتنرفز بسرعة بحجة أنا صايم. عمر العبادة ما كانت مدعاة لسوء الأخلاق. الصيام بيعلمنا إزاي نتحكم في أنفسنا أمام الحلال، الأكل والشراب والزوجة أو الزوج حلال. لما يجي الإسلام يعلمني إن أنا كيف أمسك عن الحلال من باب أولى، ما أقعش في الحرام، ما بقاش صايم عن الحلال وبأفطر على الحرام وعلى أعراض الناس. الناس اللي بتقع في سوء الأخلاق وتتعلل بالصيام عاملة زي واحد تعب نفسه قوي وخد الأجر ورماه في الشارع. ده فعل عقلاء؟ في واحد بيصوم ويتعب نفسه ويضيع كل ده؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. ما خدش حاجة لا من صيامه ولا من قيامه. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. فاللهم حسن أخلاقنا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.